انه يبدو انه مجلس الدولة وضع الذين هندسوا وخططوا لقانون السلطة القضائية، قانون الهيئات القضائية اللي تم تمريره من خلال مجلس النواب في مأزق كبير. كان يجب على مجلس الدولة أن يقدم 3 أسماء لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يختار واحدا من بينها. وقلنا أنه ربما أسباب التعديل، حتى لا نخفي بعض هذه الأمور، من أسباب التعديل هل هناك غضب على أسماء بعينها هي التي اقتضت ذلك؟ يعني في غضب على أسماء بعينها بحيث أنه لما يتم تقديم 3 أسماء لرئيس الجمهورية يختار من بينها، وبالتالي يصبح له الحق في استبعاد 2 على الأقل. يعني هل ده بسبب الغضب من بعض الشخصيات بعينها، أو هل ده بسبب أنه في تقارير أمنية بتتعلق بشخصيات بعينها؟ تساءلنا هذه الأسئلة وقلنا كنا نحتاج إلى توضيح لكل هذه الأمور. وقلنا بالأسماء، يعني ربما المستشار يحيى الدكوري تحديدا وهو المرشح لمجلس الدولة، إنه لأنه صاحب حكم تيران وصنافير ربما يعني لا يحظى بقبول من بعض الدوائر، من بعض الأجهزة. هل ده كان من الأسباب اللي أدت إلى هذا القانون؟ كمان قلنا المستشار أنس أيضا في مجلس القضاء الأعلى، هل أيضا البعض بيعمل نوع من الخطوط الحمراء تحت اسمه وعلامات الاستفهام، وإنه في شائعات أو في أخبار متداولة عن انه يرتبط حتى لو كان عاطفيا او فكريا باي تيار معين؟ كلها اما ان تكون شائعات او انها تكون معلومات صحيحه، والناس تصارح بقى وتقول والله احنا اضطرينا الى هذا الوضع لاسباب هي 1 و2 و3. لكن احنا دائما بنفاجأ بانه بعض القوانين بيتم تمريرها لأسباب نعلمها جميعا، ولكن مفيش معلومات أمامك بشكل واضح وقوي تستطيع أنك تقولها، ولا بعض الدوائر وبعض الأجهزة بتتعامل مع المواطنين على اعتبار أن من حقهم أن يعلموا، من حقهم أن يعرفوا. ولو عندك أسباب لاستبعاد أسماء بعينها قولها، ولو هي القضية قضية شخصنة تبقى كارثة، لأن هنا القوانين لا توضع من أجل الأشخاص. لو أنتوا تتذكروا مادة التهاني اللي احنا كنا بنتهكم بيها على الإخوان ونقول أنهم استحدثوا مادة لاستبعاد المستشارة تهاني الجبالي من عضوية المحكمة الدستورية العليا فيما سمي بمادة التهاني، كل البلبلة دي والضجة دي لازم هيبقى لها تداعيات وتوابع. من أهم التوابع والتداعيات اللي حصل النهاردة أنه مجلس الدولة قدم اسم المستشار يحيى الدكروري فيما وصف بأنه إما هو تحدي للغمز واللمز حول أنه القانون جاء لاستبعاده أو لاستبعاد أسماء بعينها، أو إنها حالة إجماع حول رجل يستحق الإجماع. ايه الاسباب التي ادت الى كده؟ والبعض ممكن ياخدها يقول لك هو مجلس الدوله بيتحدى الرئيس السيسي الى هذا الحد؟ طب هو الرئيس السيسي كان عايز هذا القانون علشان يستبعد اسماء، ولا بعض الدوائر والاجهزه الامنيه او السياسيه هي اللي ربما بتدفع في هذه الاتجاهات؟ كل ده اسئله مش هنلاقي حد يجيبنا عليها، لانه احنا اعتدنا دائما انه مفيش داعي انه الشعب يعرف او يعلم. خلونا كده تطبخ الامور في الخفاء وبعد كده نعيش حالة البلبلة بالشكل ده. هسأل المستشار محمود زكي نائب رئيس مجلس الدولة. سيادة المستشار اهلا بيك. اهلا بحضرتك سيادة المستشار. سيادة المستشار، اولا هنا تقديم اسم واحد فقط وهو المستشار يحيى الدكروري. هسأل حضرتك بوضوح، هل ده بمثابة إجماع على رجل يستحق الإجماع، ولا تحدي
لمن أصدروا هذا القانون واللي ربما أصدروه حتى يتم استبعاد أسماء بعينها من بينها المستشار يحيى الدكوري. هل هو إجماع لرجل يستحق الإجماع ولا تحدي لدوائر وسلطات أمنية وسياسية طبخت قانون السلطة القضائية؟ اتفضل. فأجيب حضرتك باختصار، أولا هو إجماع وليس تحدي، وبعد هذه الإجابة المختصرة لي توضيح ثم أنا معك تستفسر عما تشاء، ثم أختم كلامي معك بخاتمة لازمة لابد من أنك تعطيني لها دقيقة لا أكثر. أما التوضيح، كل وسائل الإعلام بلا استثناء تقول، رأيت وسمعت أنها تقول أن مجلس الدولة رفض تطبيق القانون، أن مجلس الدولة خالف القانون، وهذا هو السبب الرئيسي الذي دعاني للتدخل مع حضرتك على الرغم من احترامي الكامل لقرار الحظر الخاص بالإعلام. ولكن عندما يقال على مجلس الدولة حامل الحقوق والحريات، مجلس الدولة إرث عبد الرزاق السنهوري، عندما يقال عنه وعن قضاته قضاته المشروعية أنهم خالفوا القانون، لابد أن أتدخل وأتحدث معك. مجلس الدولة وقضاء مصر لا يخالف القانون، إنما يطبق هذا القانون ليعطي كل ذي حق حقه. الأمر هناك جزئية قانونية غائبة عمن تحدث في هذا الأمر، كان عليه أن يعلمها أولا ثم يتحدث. نحن طبقنا نص القانون في ضوء ما وضعه مجلس النواب. كيف ذلك؟ النص بيقول يا فندم، تقوم الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بترشيح 3 من بين 7 الأقدم، ويتم إرسالهم من رئيس الجمهورية لاختيار 1 من بينهم. هذا هو النص. لغاية هنا لو وقفنا عند النص ده يبقى اللي بيقولوا ان احنا خالفنا وان مجلس الدولة الكيان العريق العظيم ده خالف يبقوا محقين، لكنهم لم يستكملوا النص. لما قرأوش النص، باقي النص بيقول ايه يا أستاذ وائل؟ بيقول وفي حالة اختيار عدد أقل من 3 يحق لرئيس الجمهورية أن يختار من بين 7 الأقدم. إذن النص أجاز وسمح أن الاختيار يكون أقل من 3، وده اللي عملته الجمعية العمومية النهاردة. الجمعية العمومية النهاردة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة رأيت أنه لا يجوز لا يليق أن يكون شيوخنا محل تقييم منا، نقول ده يصلح وده لا يصلح ونرشح ده ونستبعد ده. رأيت ان هذا لا يليق بقضاة مصر وبشيوخ قضاة مصر، ولذلك انتهت الى ان الاراء التي كانت مطروحة انتهينا منها الى ان ترشيح الاقدم وهو السيد المستشار يحيى دقروري لرئاسة مجلس الدولة، واختار رئيس الجمهورية بهذا عن طريق المجلس الخاص. رئيس الجمهورية له ان يختار من بين 7، يحط اسمين تاني مع الاسم ده ويشوف الاختيار. اذا اختار الاقدم ففضلا من الله ونعمة، هذه هي التقاليد التي تربينا عليها، وهذا هو ما عهدناه في اختيار شيوخ القضاء في مصر. اما اذا رأى سيادته بما له من سلطة بمقتضى هذا القانون ان يختار شخص اخر، فيحق لمن كان اقدم ولم يتم اختياره أن يقوم بالطعن على القرار أمام المحكمة المختصة، وعند نظر موضوع الطعن أمام المحكمة المختصة يرفع بعدم الدستورية ويحال الأمر إلى المحكمة الدستورية لتنظر ما بالنص من عوار دستوري. إذا رأت أن به شبهة عوار دستوري واضحة جلية ظاهرة تحكم بعدم الدستورية، وينتهي الأمر عند هذا الحد. أخلص من هذا أن مجلس الدولة لم يخالف القانون، مجلس الدولة لم يرفض تطبيق القانون، ولكنه طبق القانون في حدود ما يلائم ويتفق مع الأعراق والأعراف القضائية المتعارف عليها، ورأت الجمعية مجتمعة أنه لا يجوز أن يكون شيوخ القضاء محل تقييم، أن يتعمل ورقة بـ7 ونقول ده ينفع وده ما ينفع. بس هنا سبب الشر، يعني اسمح لي بس أقاطع حضرتك، لأنه كان الجدل كله يثار حول اسم المستشار يحيى دكوري، على اعتبار كمان لما كنا بنتحدث عن قانون الهيئات القضائية قبل أن يتم تمريره في مجلس النواب كان الكلام كله على أنه
اصل المساله متفصله لاستبعاد اسماء بعينها، وتحديدا المستشار يحيى دكور، لانه يعني ربما يكون في خلاف معاه، هو صاحب حكم تيران وصنافير. هل ترشح، هل هنا اجماعكم على الاسم ايضا هو توصيل رساله الى انه احنا نتضامن مع هذا الاسم اللي دار غمز ولمز حول انه تم تفصيل القانون من اجل استبعاده؟ احنا لم يعرض هذا الامر على الجمعيه العموميه، لم يدر بخلد احد ان احد يريد ان يستبعد او ان القانون معد لاستبعاد السيد المستشار يحيى بيضا كروري، انما ما عرض على الجمعيه العموميه انها رات بالاجماع اختيار الاقدم وهو السيد المستشار يحيى بيك دكروري لرئاسه مجلس الدوله. هذا الاجماع له دلالته التي فسر منها ما تشاء، له دلالته الواضحه الظاهره الجليه ان قضاه مجلس الدوله، ان كيان مجلس الدوله يتمسك بالاقدميه ويتمسك بان يكون بالا يكون شيوخ القضاء محل تقييم من احد، ويتمسك بأن القضاء مستقل لا يجوز التدخل في شأنه. طيب، وفي استقلاله. لو تخلى حضرتك معايا هسأل بس الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ الـ ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة. يا دكتور صلاح أهلا بيك. أهلا وتحياتي بكل متابعيك. أهلا بيك دكتور صلاح. هنا هل خالف مجلس الدولة القانون بهذا الشكل، ولا من حقه أن يجمع على اسم المستشار يحيى دكروري بهذا الشكل، ومن حقه أن يلتف حوله بهذا الشكل؟ هو قولا واحدا لا يمكن أن يوصف ما اتجهت إليه الجمعية العمومية الخاصة اليوم بأنها قد خالفت القانون، لكن الوصف الدقيق والصحيح أنها قدمت ترشيحا غير قانوني، لان الترشيح القانوني حسب ما انا استمعت لسياده المستشار وحسب ما هو ورد بصريح عبارات القانون رقم 13 ل 2017 ان الجمعيه العموميه الخاصه تختار ترشح ثلاثه من اقدم سبعه، ده حكم. اذا ما عملتش كده يعني اختارت اقل من ثلاثة، اثنين او واحد، او اختارت واحد لا تتوفر فيه شروط، يعني مثلا رقم 10 رقم 20، او تجاوزت الميعاد اللي هو 60 يوم قبل انتهاء مدة الرئيس الحالي على الاقل. اختيار الجمعية مش هيكون موضع اعتبار امام الرئيس. امال ايه اللي هيكون امام الرئيس؟ حكما جديدا انه هيختار واحد من سبعة بمطلق ارادته. لا يعني ايه هنا كده انهم رشحوا ترشيحا ليس قانونيا؟ القانون قال الجمعية العامة ترشح ثلاثة من اقدم سبعة. بس هنا المستشار محمود زكي قال او اقل من ذلك. لا، ما حصلش النص ما قالش. هل النص ده سيادة المستشار محمود زكي؟ انا بقول لسيادتك النص قال ايه يا وائلبي، انا بقول لسيادتك النص قال ايه. قال في حال وجود ترشيح اقل من ثلاثة، او أن المرشح لا تتوافر فيه الشرائط، أو أن الترشيح قدم بالمخالفة للميعاد المنصوص عليه في الفقرة 2 اللي هي 60 يوم، رئيس الجمهورية يستقل بكامل سلطته التقديرية كأنه يعين واحد من أقدم سبعة، يعني اتسع المجال التقديري للسيد رئيس الجمهورية بعدما كان محصورا في ثلاثة بتحددهم الجمعية العمومية من أقدم سبعة. خارج هذا القيد يقدر يختار واحد اثنين ثلاثة لغاية سبعة. إنما هنا أنا يهمني جدا أن أوضح الآتي، أنه طالما أن الأمر أضحى الآن في إطار السلطة التقديرية للرئيس في إطار السبعة الأقدم، يمكن له أنه هو يختار رقم واحد اللي هو المستشار يحيى بيه، ممكن هذا وارد في إطار السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية. أنا عايز بس يا وائل بيه أنا أقول لحضرتك أمر أنا استمعته منك واستمعته كثيرا، يمكن حضرتك طبعا طرحت في شكل التساؤل، هل معمول القانون ده لاستبعاد ناس؟ انا عايز قبل ما نطرح السؤال نقول امال ايه هو القانون اللي كان قبل كده اللي عدل؟ القانون اللي عدل الماده 83 كان نصها كالتالي، ان رئيس الجمهوريه يعين رئيس مجلس الدوله من احد النواب بعد اخذ راي الجمعيه العامه، نقطه.
يعني يستطيع ان هو يختار اي نائب من نواب مجلس الدوله ويعرض امره على الجمعيه، والجمعيه تقول اه او لا، يبقى هو اخذ الراي ويعينه بكامل صلاحياته المطلقه. صحيح كان هناك عرف ان هم دايما يقدم الاقدم، انما المؤكد قانونا وفقا للاحكام المتواتره لقضاء مجلس الدوله الرصينه ان العرف ما بيعدلش النص. انا مش عايز استبعد، بس هنا هنا يا دكتور صلاح، طب هنا لو هنا هم قدموا اسما واحدا، لو الرئيس السيسي ما اختارش هذا الاسم واختار غيره من بين السبعه، هل ده يؤكد انه ده بالفعل معمول لاستبعاد اسماء بعينها من بينها المستشار؟ يقينا لا، انا رديت على التساؤل ده يا وائل بيه، وانا انا عملت دراسه مقارنه ونشرت في احدى الصحف اليوميه عن القانون الحالي 13 ل 17 والقانون الذي تم تعديله، كان يطلق سلطه الرئيس، يعني النيابه الاداريه يعين رئيس الجمهوريه، رئيس النيابه الاداريه نقطه من اي حته يجيب. طيب خلينا نسال المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدوله. سياده المستشار اهلا بيك. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ وائل؟ ازي حضرتك؟ هنا الدكتور صلاح بيقول هو الترشيح غير قانوني، لكن اللي يهمني في كل ده الناس بتتعامل مع ترشيح اسم واحد فقط دون غيره من الاسماء، هي رساله موجهه لمن صنعوا وطبخوا هذا المشروع، ان من نجمع عليه سنرسله ولن نرسل غيره، هل هي دي الرساله؟ استاذ وائل تحياتي لحضرتك والاستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي والزميل العزيز الدكتور محمود. بستاذن حضرتك تسمح لي في دقيقتين اتنين اوضح الامر اكثر بعد اذن حضرتك. اتفضل. استاذ وائل، نحن باختصار شديد نحن قضاة، وقضاة مجلس الدولة معلش ليسوا كأي قضاة، نحن قضاة مشروعية، وبالتالي مهمتنا تطبيق القانون وتنفيذه حتى ولو أجمعنا على عدم احترامه أو التوافق معه أو الاتفاق معه، حتى ولو ارتأينا أن شبهة عدم دستورية تحيط به أو ينغمس فيها. ولذلك أحب أوضح جزئية أو عبارة قالها أستاذنا الدكتور صلاح الدين فوزي، أنا عارف قصده منها بس انا عايز اوضحها للراي العام اكثر بعد اذنه يعني، وقد يتفق معايا في الامر. لما قال لي سعادتك الوقت وسعادتك سالته، قلت له يا دكتور صلاح انت حضرتك بتقول ترشيح غير قانوني، اخشى ما اخشاه ان يظن من يستمع الى ان هذا الترشيح مخالف للقانون. لا، انا اتصور استاذنا الدكتور صلاح يعني بهذه العباره ان هذا الترشيح افتقد الامور القانونيه التي تجعل منه ترشيحا، ومن ثم أطلق اليد للسيد رئيس الجمهورية في اختيار سبعة. دي جزئية. الجزئية الأخرى أو الأمر الثاني، أستاذ وائل أنا استمعت لمقدمة سعادتك، واللي عايز أكد عليه أننا لسنا في صدام مع أحد، ولا ينبغي أن نكون كذلك، ومخطئ من يصور الأمر على خلاف ذلك، مخطئ من يظن أننا في حالة عناد. الأمر باختصار إيه يا أستاذ وائل؟ إن إحنا إذا كنا أمام قانون نرى بل نجمع انه مشوب بعدم الدستوريه، هذا القانون ذاته خولنا كقضاة الحفاظ على ثوابت واصول قضائيه تتمثل في احترام الاقدميه، وبالتالي اعتقد ما فيش خلف ان احنا سنطبق القانون وفي ذات الوقت سوف نحفظ لاصولنا وثوابتنا الاحترام والتقديم. يعني لو اختار رئيس الجمهورية اسما من بين السبعة غير المستشار يحيى دكروري، هنا هتحترم هذا الاسم وهذا الاختيار؟ لا، عشان ابقى دقيق مع سعادتك في اللفظ، مش هقول هنحترمه، ولكن احنا هنطبقه وسوف نلجأ الى كل الاجراءات القانونية للطعن عليه. تمام. تزويل اللي انتهت اليه الجمعية العمومية اليوم عشان الرأي العام يعلم احنا ما بنخالفش القانون، هو جمع بين الامرين اللي انا قلت لسعادتك عليهم، طبقنا القانون، وزي ما عجز الماده قالت في الاخر احنا حافظنا على الثوابت. حضرتك سياده المستشار كنت معايا قبل كده وقلت انه القانون متفصل لاستبعاد اسماء بعينها، وتحديدا المستشار يحيى دكروري بسبب
حكم تيران وصنافير اللي حكم بمصرية الجزيرتين يعني. تمام. ما زلت مصمما على انه هو ده الهدف من القانون اللي تم تمريره بالفعل؟ استاذ وائل، في المداخله السابقه اللي سعادتك بتذكرها حالا او حاليا، انا كنت بتكلم مع حضرتك وكنا امام مشروع للقانون. كنا امام مشروع قانون، وكان يجب ان انا اوضح وجهه نظري للقائمين على هذا الامر حتى لا يصدر القانون. اما وقد صدر، فزي ما انا قلت في بدايه المداخله، نحن رجال قانون، وان كنا لا نحبذ ولم نكن نحبذ مطلقا ان يصدر هذا القانون، فليس امامنا سوى تطبيق هذا القانون. طيب، بشكركم جميعا. وما حدث اليوم ما... هاخد بس تعليق اخير مستشار محمود زكي. مستشار محمود، لو اختار رئيس الجمهوريه اسما من بين السبعه بدلا من المستشار يحيى دكروري، هل ستحترمون هذا الاختيار؟ هو حق اصيل للسلطه لرئيس الجمهوريه يبقى استخدم سلطته اللي منصوص عليها في القانون، وفي هذه الحاله يكون هناك اقدم تم تخطيه وتعيين الاحدث، وان كان هذا تم وفقا لقانون، الا ان هناك طريق رسمه القانون، رسمه الدستور، في هذه الحاله يتوفر شرط المصلحه وشرط الصفه لمن تم تخطيه وهو الاقدم، ويحق له في هذه الحاله ان يرفع دعوه بطلب الغاء القرار الصادر من رئيس الجمهوريه، ثم يدفع بعدم الدستوريه، وفي هذه الحاله يعرض الامر على المحكمه الدستوريه العليا لترى بشانه ما ترى. اما جزئيه ان احنا زي ما قال الدكتور صلاح، لابد اني ارد على هذه الجزئيه يا استاذ وائل، ان المجلس خالف الترشيح. لا يا فندم، النص بيقول بصراحه ووضوح، اذا الجمعيه رشحت عدد اقل من ذلك، هل هناك اجتهاد مع صراحة النص؟ النص اداني الأحقية ان انا ارشح عدد اقل من ثلاثة، ويظل لرئيس الجمهورية سلطته وفقا لنص القانون يستخدمها وفقا لما يتراءى له. ولذلك انا بقول لحضرتك، الجمعية النهاردة رأت انه لا يليق ان يكون شيوخ القضاة محل تقييم منا، نقول نستبعد ده ونستبقي ده. هذا جرح لكبرياء القاضي، جرح لاستقلال القضاء، جرح للسلطة القضائية. رأت الجمعية أنه لا يجوز، وانتهت بالإجماع إلى ترشيح السيد المستشار يحيى دكروري، وهذا حق الجمعية، يتبقى حق رئيس الجمهورية له أن يستخدمه إذا وافق على الأقدم ففضلا من الله ونعمة، إذا لم يكن كذلك فهناك آليات قانونية يحق لمن له المصلحة والصفة أن يستخدمها. كما قلت، يهمني في النهاية أن أوضح، مجلس الدولة لا يخالف قانون، مجلس الدولة لا يرفض تطبيق قانون، ولكن له أصوله وعراقته، وسجلت اليوم الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة بحروف من نور في التاريخ موقفا سيحسب لها على مدار التاريخ. هو سؤال بس أخير سيادة المستشار، البعض هنا ممكن يقول إن أنتم بهذه الخطوة، وده الحقيقة سؤال حسن النية ملوش علاقة بأي حاجة، يعني ربما هنا تضعون اختيارا واحدا وهو المستشار يحيى الدكروري، بحيث انه لو رئيس الجمهورية اختار شخصا اخر يبقى هنا بوضوح شديد عايزين تقولوا انه اذا الرفض جاء لشخص المستشار يحيى دكروري، لان انتوا لو رشحتوا ثلاثة فرئيس الجمهورية لو اختار اسما هيقول ما انا اخترت اسم من بين الثلاثة اللي هم رشحوهم، إنما اسم واحد ولا يلتفت إليه رئيس الجمهورية ويختار من بين السبعة، يعني هنا ربما وكأن الرسالة تاني وتالت بقول هي إنه لا يجب استبعاد هذا الاسم، هذا الاسم نجمع عليه ولا يجب استبعاده حتى لو كان من صلاحيات الرئيس استبعاده وفقا للقانون. بوضوح باختصار، النص به شقين، فأعطى للجمعية العمومية سلطة ترشيح عدد أقل، وهذا واضح في النص ولا يجادل فيه أحد، وقد استخدمت الجمعية هذه السلطة. وبه شق آخر، لرئيس الجمهورية أن يوافق أو أن يستخدم سلطته في اختيار من السبعة. أفصل بقى بين الشقين، سلطتي أنا استخدمتها كجمعية عمومية، استخدمت هذه السلطة بمقتضى نص القانون ودون مخالفته، لم أخالف القانون ولم أرفض تطبيقه. يتبقى رئيس الجمهورية له صلاحياته وسلطاته في اختيار ما يراه. ألف شكر. بشكر.